لقد مضى عهد التبعية في علاقات مصر الدولية. علاقاتنا الدولية في المستقبل ستكون متوازنة. مصر بوابة العالم إلى أفريقيا ونافذة أفريقيا على العالم، وسنكثف جهودنا في دعم التعاون المصري الأفريقي. هي بعض كلام جديد دون شك. كلما كان اقتصادنا حرا، كلما كان قرارنا حرا ومعبرا. القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الدولة المصرية. لن تكون هناك رحمة مع أي متورط في قضايا فساد. لا والله، ده كمان كلام في غاية الأهمية. لكن ما أحب أن أبدأ به حواري مع ضيفي الجليلين اللذين ينضمان إلي في هذه الفقرة لتأمل يوم العاصمة المدهش ده اللي احنا عشناه مع بعض. سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصرية السابق، مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير دكتور. وسعادة الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نورتنا يا دكتور. مساء الخير فندم. أهلا بسعادتك. أحب أبتدي بحكاية لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحياتها، وقد كررها الرئيس مرتين اثنتين، والمرة الثانية كان فيها أنتوا فاهمين؟ أنتوا فاهمين؟ فهميني أنا، فهمني طب سعادة السفير. يعني أنا يعني بداية الدولة المصرية عائدة بقوة إن لم تعد بقوة، إن لم تكن قد عادت بالفعل. بالضبط زي ما حضرتك قلت. والدولة المصرية لم تعد فقط، وإنما عادت، وإنما سيعاد بناءها على أسس جديدة. الأسس الجديدة تنطلق من إن اليوم ولأول مرة في التاريخ السياسي المصري إن يتم تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة. نعم. ورأينا كيف إن الرئيس الذي حلف اليمين الدستورية صباح اليوم قلد أو أصدر أول قرار جمهوري يصدره، وده قرار جمهوري بيعكس كل تطلعات الشعب المصري وما طالب به الشعب المصري، ان اول قرار جمهوري هو منح المستشار الجليل رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور قلاده تنيل. فدوت اول حاجه انا تستوقفني كواحد متابع للظواهر السياسيه. النهارده احنا بنعيد صناعه تاريخنا. يعني اليوم في التاريخ، يعني 100 سنة من النهاردة، المؤرخين واللي بيكتبوا سياسة هيقولوا ان النهاردة كان في قطيعة مع تاريخ مصر في الحكم وكيفية ممارسة الحكم. نعم. دي اول ملاحظة على النهاردة. ان شاء الله ما تكونش اول واخر مرة. لا مش ممكن تبقى اخر مرة. هي أنا تصوري للأمور مش ممكن هتبقى آخر مرة، لأنه خلاص حضرتك إحنا تاريخيا وسياسيا هذه الصفحة طويت إلى الأبد. لم يعد الشعب يقبل أن يحكم بهذه الطريقة. إحنا بنتقدم على طريق تأسيس ديمقراطية معاصرة. المقصود قيادة الموازية بقى. المقصود أنا أتصور إنه لن يتكرر ما حدث في مصر خلال السنوات من 2001 2002 لغاية 2011. إن يبقى فيه رئيس للدولة، الرئيس الدستوري للدولة، لكن بالتوازي مع الرئيس الدستوري للدولة في مراكز أخرى بدون الدخول في تفاصيل. هي اللي كانت بتمثل في وقت ما المطبخ الداخلي اللي بتصنع فيه القرارات. صحيح. او مشاريع القرارات. فانا ده تفسيري لهذه العبارة، وانه عشان وطبعا المقصود بيها فئتين من الناس. الفئة الاولى المسؤولين أو بعض المسؤولين في المستقبل. والفئة الثانية بعض رجال الأعمال كمان. يعني وإنه يعني هو اللي احنا شفناه إن الرئيس السيسي كانت وردة في الخطاب وبعدين توقف. صح. ورددها تاني.
تلقائيا، لانه هو يعني وفعلا اتمنى له النجاح كما اشرت حضرتك في تقديم محاربه الفساد، لانه حضرتك الفساد اللي استشرى في مصر جاء من المنفذ ده، القياده الموازيه، القياده الخفيه، القياده المصالح المتشابكه، وهي مصالح ماديه اولا واخيرا، لان هو ده الفساد، المصالح المتشابكه، المصالح الماديه المتشابكه بين بعض المسؤولين وبعض رجال الاعمال. تعرف حضرتك الحاله العجيبه بتاع انه انا رئيس، اذا زوجتي بصلاحيات رئيس، وابني بصلاحيات رئيس، وابن عمي بصلاحيات رئيس، ما هم قرايب الرئيس. أي. خلص الحكايه دي فيما يبدو يا دكتور. يعني انا في رايي انها انتهت تماما، وانتهت لعده اسباب، يمكن اهمها الدستور الذي تم الموافقه عليه في 2014. هذا الدستور لا يسمح بصناعه رئيس ذو سلطات مطلقه. على الارجح ده لن يحدث مستقبلا. وتلاقي حضرتك حتى ان اختصاصات الرئيس محدده، وان يبدو ان الدستور اخذ بفكره ان السلطه تضبط السلطه وسلطه توازن السلطه. وبالتالي حتى داخل السلطه التنفيذيه في اختصاصات لرئيس الوزراء، في اختصاصات لرئيس الجمهوريه، هناك اختصاصات ومهام لا يمارسها رئيس الجمهوريه الا بموافقه البرلمان. نعم. يعني تشوف حضرتك حتى في يعني تشكيل وزاره، ولهذا هو او اقاله وزاره، حمل شعبه عبئا ثقيلا لما قال لهم انتخاب البرلمان المقبل. ده صحيح، ودي نقطه. شوفوا هتسيئوا لاختياري بوظوا الطبخه. بالظبط، يبقى باظت. يعني الشعب عمل ثورتين في الثلاث سنين اللي فاتت، ولا ثلاثه وشويه، وليس من المرغوب في ان يعاد انتاج نظام سبق ان اسقطه الشعب. صحيح. طيب الشعب النظامي اللي اسقطه، نظام الحزب الوطني ونظام الاخوان. وبالتالي يعني انا في رايي ان الانتخابات التشريعيه القادمه حسنة، شديده الاهميه، وان الشعب لازم هو بيختار يكون بيختار عن وعي، وحتى لا تتكرر اخطاء حدثت قبل كده. الى القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت، الرئيس السابق سعاده المستشار عدلي منصور، على انه قانون الى حد كبير يؤدي الى شكل ما الى اعاده انتاج ما كان، لانه يجعل العصبيات تلعب دورا، و يعني زي ما حضرتك عارف. انما هو يعني حتى الان يمكن لم تتضح المعالم الخاصه بتقسيم الدوائر، انما احنا عرفنا الخطوط العامه، القوائم قد ايه، الفرد قد ايه. انما يبقى يعني انا وجهه نظري ان الامور لا ينظمها فقط القانون، ولا تحسب فقط بالقانون رغم اهميته، وانما هناك ايضا دور للشعب في الاختيار. هي دي الفكره انا عاوز اكد عليه، ان عندما ياتي وقت الاختيار او وقت الانتخاب، لابد جميعا واهلنا وناسنا وشعبنا نحسن الاختيار حتى لا نقع في اخطاء سبق ان وقعنا فيه. فلن يعاد مره اخرى وجود رئيس ذو سلطات مطلقه، لان الدستور بيمنع ده، وخصوصا ان الدستور ايضا بيتيح امكانيه او فرصه محاسبه الرئيس وهو في الحكم. يعني احنا مش محتاجين لثور كل شويه نقعد كل سنه ولا كل فتره نعمل ثوره، انما في امكانيه للمحاسبه في حاله مخالفه الدستور، وفي اشياء ينص عليها في الدستور على سبيل الحظر. اذا الدستور ده عامل. العامل الثاني المهم هو الشعب نفسه، ان الشعب اصبح متغير جوهري في العمليه السياسيه في مصر، وهذا ما لم يكن يحدث من قبل. اذا نحن ازاء بدايه نظام مصري جديد لم يحدث نقول منذ الاخذ بالنظام الجمهوري من حوالي 60 سنه. فنحن ازاء شكل جديد بيتبلور، وده بالمناسبه بيحتاج الى تكاتف جهود الشعب والرئيس والمؤسسات بدون شك، يعني التضافر بينهم والتعاون بينهم هو اللي ممكن يحقق الامال والطموحات الخاصه بالشعب. يعني يا سعاده السفير، الرئيس في خطابه الاستهلالي هذا تحدث كثيرا عن عودة مصر للعب دورها الإقليمي المحوري، وكان برضو في إشارة كررها بابتسامة ذات مغزى وبسؤال الحاضرين كده، مسافة السكة، مسافة السكة، أمن الخليج، إحنا مسافة السكة. الحقيقة هذا صداه كان لدى المغردين والمفسبكين الخليجيين صدى ممتاز، يعني لأنه أنت عارف إيران تمثل لهم هاجسا وقلقا. كيف يمكن لمصر بالفعل كما يتمنى عبد الفتاح السيسي ان تعود مصر
الشقيقة الكبرى صاحبة الكلمة والقرار في الشأن العربي. هضرب لحضرتك مثالين. مثال حدث في سبتمبر 70 ومثال حدث في مارس 2011 عشان أقدر أرد على سؤال وأقول وأوضح إزاي مصر ممكن تعود وتقود العالم العربي. في سبتمبر 70 أو أيلول الأسود حدثت المواجهة المواجهات الدموية بين جيش التحرير الفلسطيني وبين الجيش الأردني. ماذا فعلت مصر؟ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالرغم أنه كان لسه في وقف إطلاق النار على خطوط النار في القناة، دعا إلى قمة عربية طارئة لوضع حد لهذه المواجهات، وفعلا عقدت القمة العربية الطارئة في هيلتون النيل، وتم خلال هذه القمة التوصل إلى حل جذري لهذه المواجهات. ليه احنا عملنا كده في هذا الوقت؟ عشان مصر بالرغم من احتلال سيناء مصر كانت عندما تدعو إلى عقد قمة عربية يستجاب لها لتحملها مسؤولياتها القومية. صحيح. لأن مصر دعت إلى هذه القمة ليه؟ لأنه كانت إذا ما كانتش دعت مصر لهذه القمة كان مين اللي هيدعو؟ كان ما كانش حد هيدعو. وكان القوى الدولية والقوى الإقليمية وإسرائيل اللي متربصين بجيش التحرير الفلسطيني كانوا هم اللي تدخلوا. في مارس 2011 أما حصل اللي حصل في سوريا مصر فضلت زي ما بنقول بالإنجليزي on the sidelines على الهامش. شفت حضرتك بقى حصل إيه بالظبط في الثلاث سنين الماضية في سوريا. الهامش ده مكان تعيس لدولة في حجم مصر. تمام. فإن النهاردة حضرتك يعني أنا بقول إذا كان مصر في مارس 2011 أو في أكتوبر قبل ما ساركوزي رئيس فرنسا السابق يعلن عن تأسيس ما يسمى بالمجلس الوطني السوري، وقبل ما يعلن في الدوحة في نوفمبر 2012 عن تشكيل الائتلاف الوطني ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة وقوى المعارضة السورية، إذا كنا إحنا تدخلنا حضرتك في أغسطس 2011 ودعينا وكان عندنا رئيس قوي وعندنا دولة قوية وعندنا رسالة قوية للعالم العربي، كنا دعينا إلى مؤتمر قمة عربي لإيجاد حل عربي للأزمة السورية، ما كانت سوريا قد وصلت إلى ما وصلت إليه. هو ده بقى حاكي الفرق بين مصر. أيوة. مصر كانت عضو في اللجنة الوزارية اللي كان بيتولى رئاستها الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق. كنا ومصر أما عرض موضوع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مصر ما تكلمتش. أما 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 تم اتخاذ قرار في قمة الدوحة في 2013 لمنح مقعد سوريا في الجامعة العربية ضد ميثاق جامعة الدول العربية للائتلاف الوطني، مصر ما تكلمتش. لكن مصر لازم تتكلم دلوقتي، مش تتكلم دلوقتي بس في سوريا، تتكلم دلوقتي وتتحرك وتأخذ زمام المبادرة. سؤالي تكميلي بقى، اتفضل سعادتك، اتفضل. عشان المشاكل العربية تبقى حلولها عربية بدون صحيح. تدخل خارجي. السؤال التكميلي بقى، هو الرئيس السيسي ينصت لصوت من كي يتخذ قرارات من هذا النوع؟ ده بقى حضرتك ده يسأل في هذا أهل المسؤولية. أنا ما أقدرش أجيب بالنيابة عن أي حد. أنا كنت يعني سؤال حضرتك في محله وده في تقديري. أنا حاولت أوضح يعني للسادة المشاهدين يعني إيه مصر تعود للعالم العربي وتقود العالم العربي، وإيه المنطلقات اللي هتؤسس لهذا التحرك المصري في العالم العربي. قبل ما أختم إجابتي على سؤال حضرتك اسمح لي أؤكد أن لازم نفرق بين حدود مصر الاستراتيجية وحدود مصر الجغرافية.
أيام ذروة القومية العربية والحلقة القومية، مصر كانت بترى وكانت صائبة في ذلك، إن هي بتدافع عن حدودها الجغرافية من المحيط إلى الخليج، من الشمال عند حدود سوريا مع تركيا إلى الجنوب في حوض النيل، فكانت بتأمن نفسها استراتيجيا بهذه الطريقة. يجب أن نعود مرة أخرى إلى هذه النظرية دون شك. سعادة سفير، سؤالان سريعان، أنا عارف إحنا يعني عطلناك وضيعنا. العفو يا دكتور محمد، لأنه حضرتك مضطر لمغادرتنا بعد الفاصل اللي جاي ده يعني، فخليني أسأل حضرتك بسرعة كده، التوازن في العلاقات الدولية، مفردة تكررت أيضا 3 مرات في حديث الرئيس السيسي، وقرأت على أنها رسالة موجهة للإدارة الأمريكية، أنه حكاية أنه 99% من أوراق اللعبة في إيد الأمريكان تلك التي أطلقها الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلصت. في كلمة الرئيس السيسي مساء اليوم اللي استوقفني، أن احنا لن نقبل تدخل في شؤوننا، وأن عهد التبعية انتهى. أنا أتصور أن الرسالة دي موجهة للعواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن، ونرجو أن الإدارة الأمريكية لا تعيد ارتكاب أخطاء إدارة جونسون، وأن هي لا تستمع إلى صوت وإرادة الشعب المصري. أنا بس حضرتك، مفهوم التوازن في العلاقات الدولية، أنا أقول أن احنا نبحث عن مصالحنا. عادة صعب قوي حاجة تقول ان في توازن في العلاقات، في علاقات دولة انت حضرتك بتؤمن مصالحك طبعا وبتبحث عن مصالحك. اذا كانت مصالحي يعني اذا كانت مصالحي تقتضي مني ان انا اروح لبكين، يا سلام، انا اروح لبكين طبعا. اذا كانت مصالحي تقتضي مني ان انا اروح لموسكو، اروح لموسكو. إذا كانت مصالحي زي ما سيادتك قلت في الرئيس الراحل أنور السادات قال إن 99% من أوراق تسوية القضية الفلسطينية في إيد الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، هو رأى هذا، بس طبعا إحنا مش متفقين مع هذه الرؤية، هو رأى هذا وتصرف من هذه الرؤية. صحيح. النقطة اللي أنا عايز أشدد عليها يا فندم، إن إحنا إذا كنا بنقول إن عهد التبعية انتهى، يبقى أنا مش لازم حركتي على المسرح الدولي تكون دايما من منطلق إن أنا أوازن في علاقاتي الدولية، لأنه بمنتهى صراحة مفيش توازن. مفهوم التوازن، والدكتور إكرام ممكن يصلحني طبعا، يصححني إذا كنت أنا على خطأ، في العلاقات الدولية أنا في اللي درسته ما فيش حاجة اسمها إكليبريم. هو يمكن التوازن سعادة السفير مقصود به هنا عدم الاقتصار على جانب وحيد، زي ما احنا في فترات طويلة كنا نقتصر في علاقتنا في سياستنا الخارجية ونركز تركيز شديد على الولايات المتحدة وعلى أوروبا. فيمكن التوازن هنا معناه تعددية الأطراف، يعني مصر تتجه نحو الجنوب القارة الإفريقية، تتجه نحو الشرق القارة الآسيوية، تتجه أيضا نحو الولايات المتحدة وأوروبا، يعني هذا لا يعني العداء لهم. يمكن يعني أنا بفهم التوازن من هذا المنظور. يعني إذا كنت أستخدم يعني في إطار اللي تفضل بيه الدكتور إكرام، إذا كنت أستخدم كلمة التنويع يعني التنوع يعني هذا المقصود، هل هتبقى نفس المفهوم؟ لا يخفى على سعادتك أنه الإدارات المصرية السابقة كانت بوضوح يعني إدارات تميل كفة علاقاتها الخارجية ناحية الغرب، ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، وده أمر لا يختلف عليه. لفترة طويلة. لا حضرتك عندك حق، وإحنا كنا بنعارض هذا حضرتك، يعني إحنا العالم إهمال إفريقيا حضرتك. صحيح. أنا سمعتك أنت شخصياً وأنت بتقول إنه إهمال إفريقيا جريمة. لا شك في هذا. هو اللي أنا الفكرة اللي عايز أعبر عنها في هذه النقطة إذا سمحتوا لي، هي إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية المصرية. صحيح. على ضوء نظرية الدوائر المحورية، الدوائر الاستراتيجية لمصر في مجال السياسة الخارجية. صحيح. هو ده اللي أنا يعني أنا شخصيا
اتطلع اليه. صحيح. ان الولايات المتحده انا مش عاديها، دي قوه دوليه. صحيح. يعني انا مش عاديها ولا هخش معاها في خصومه، لكن هذا لا يعني ان انا اقتصر عليها، ان انا اسير في ظل دبلوماسيتها. في ظل دبلوماسيتها او ظل اهدافها كمان. الحكايه دي خلصت يا سعاده السفير. اخيرا بقى عشان نطلق سراح سعادتك. شكرا. تفضل يا فندم. كيف يستقبل اصدقائنا الاثيوبيين الكلمة اللطيفة اللي قالها كده، إنه تفاوض سد النهضة، نتكلم بشأنه، نتكلم حتى آخر حرف، آخر كلمة، آخر كلام ودود، إنما عنف ما فيش، ما عندناش كلام ده. يعني طبعاً دي رسالة رسالة كنا محتاجين نبعث بها، ليس فقط لأثيوبيا وإنما لكل أشقائنا الأفارقة. لانه كان في خشيه كده انه ده جنرال كبير وجاي من خلفيه عسكريه، وانه يعني بالعكس هو عشان عشان الرئيس السيسي خلفيته عسكريه مش هيتكلم. صح. على الخيار العسكري. يا سلام يا سلام. وده اللي كنا احنا بنقوله بنقوله من شهرين ثلاثه اربعه، من فضلكم ما تتكلموش على خيارات عسكريه. بالظبط. احنا بنتكلم على قضيه قضيه بين اشقاء افارقه لن تحل الا بالتفاوض. ده يستقبل استقبال حسن في جدا جدا في أديس أبابا. جدا 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 جدا. وبعدين على حسب المنشور اللي مثل اثيوبيا في الاحتفالات النهارده وزير الخارجيه. وده تمثيل فيها المستوى. صحيح. ورساله من اثيوبيا لنا، ووصلت له الرساله اكيد. انا اعتقد وصلت يعني له الرساله. سعاده سفير انا شاكر جدا. شكرا جدا. ويعز علينا ان حضرتك تغادرنا كده، لكن يعني انت تترك سعيد كمان واحد من نجوم التحليل السياسي الدكتور اكرام. انا شاكر جدا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية. شكرا للدكتور محمد سابقا. نورتنا يا سيدنا. الله يخليك. وان شاء الله ان شاء الله خير باذن الله خير. لا انا متفائل جدا حضرتك. وانا متفائل جدا. واحنا النهارده بدينا تاسيس دوله الحداثه. في مصر. سعادة السفير شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدي الكرام، يظل معنا سعادة الدكتور اكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة كي نواصل تامل هذا اليوم المدهش الذي شهدته العاصمة.